السلام عليكم عواشر مبروكات، نتمنى هذا العيد ان شاء الله يدخلنا بالصحه والسلامه. اخويا العيد بالنسبه لنا حنا الزيتونه زعما داكشي ما تنديروش شي حاجه اللي سبيسيال في العيد ولا شي حاجه. رمضان اللي تيتمشى داكشي تيعمروا به والهريسه، راك عارف الزيتون زعما ما تيتحسبش شي مناسبه من غير العيد الكبير ولا شي حاجه بحال هكا. بالنسبه لهاد الايامات هادي الكاطو هما اللي تيديروا الاستعدادات، الرغيفه، داكشي ديال الدار، راك عارف تجي عندك العائله ضروري يكون عندك داكشي في الدار. ما بالنسبه للزيتون راك عارف اخويا هادشي عندنا حنايا ما تيتمشى زعما بالمناسبات من غير العيد الكبير اللي ديك المناسبه بالضبط اللي تيتمشى. اما باليامات الاخرى الزيتون ديما تيتمشى، ما كاينش مناسبه زعما تنديروا استعدادات ديال العيد الصغير. حنايا دوزنا اخويا رمضان الحمد لله مزيان حتى الان، راه غاديين مزيان الحمد لله، واخا هو كاين واحد الشويه ديال الغلاء وغاديين مع الوقت الحمد لله، تنصبروا مع بنادم وتنتعايشوا مع الوقت ما عندنا ما ندير. رمضان اخويا تيتمشى في هاد العواشر هادي، تيتمشى الزيتون مقطع اللي تيعمروا به الهريسه، الحامض، الزيتون كحل مقطع تيعمروا به حتى هو، البيتزا تيديروا به الرغايف، الحامض حتى هو تيديروا به البسطيله، زعما كاع داكشي ديال الشهيوات اللي تيتمشى. بالنسبه للزيتون ديال الطواجن داكشي كيخرج لا القليل، راك عارف دابا رمضان الناس يلا الحريره وداكشي قما، ماشي بحال في الايامات العاديه في الغداء والعشاء. دابا يلا هادشي اللي قلت لك اللي تيكون عليه الدرك بزاف. بالنسبه للهريسه، بالنسبه للحوايج اخرين، يعني داكشي كلشي صناعه ديال الدار. داكشي صناعه الدار، المزاود مطحونين بالحامض وبالعطريه ديالو، داكشي ديال الدار، دوك المقادير ديال الدار. الزيتون باش معروف بمدينه مكناس؟ مسلالة معروف بمدينه مكناس، معروف الزيتون كامل، ولكن بالاحرى مسلالة، مسلالة معروفين بها هي وزيتون كحل بلدي. داكشي ديال الدار راك عارف مكناس عندنا. مسلالة تتقدي تتدق بالخشب، داكشي عصري، داكشي تقليدي، وتيتصاوب في الخوابي في البرامل، تنديروا له الماء والحامض، صافي هادشي باش يطيب، ما تيطيب لا بالصودا بلا حتى شي حاجة، صافي هادشي اللي كاين. مرحبا خويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.